حمدي نوح كان لاعب كرة قدم يعني، هو أعتقد كان بدايته كانت في إسكو، واتنقل من إسكو للمقاولين واشتهر في المقاولين، وطبعا قعد مدة كبيرة في المقاولين. هو الحقيقة الكابتن حمدي نوح يعني يعتبر من اللاعبين المكافحين جدا، لأنه هو أول ما ابتدى الحقيقة لعب كان ابتدى في نادي إسكو وبرع يعني هناك فعلا، لدرجة ان هو كان ابتدى كان لعب هناك كان في الدرجة الثالثة، وبعدين يعني نجح ان هو يطلع بهم للدوري الممتاز، ونجح اعتقد في موسم 78 ان هو يبقى ثالث الهدافين على مستوى الدوري الممتاز بعد حسن شحاتة وبعد حسن الشاذلي الله يرحمه. بالنسبة لحمدي نوح من المواهب الكبيرة قوي اللي جت مصر، وبعدين أنا ممكن أعده مع أحسن 5 لعيبة شفتهم في الفترة من سنة 64 ساعة ما بدأت أنا أتفرج على كورة، يعني ممكن أصنفهم إن الخطيب طبعا نمرة 1، علي أبو جريشة نمرة 2، نمرة 3 حمدي نوح. فأنا طبعا كنت بتفرج عليه من أيام ما كان بيلعب في نادي إسكو، وبعدين نقل المقاولين، ففي المقاولين عمل فرقة يعني معاه كان راح له جمال عبد العظيم، وكان معاه مجدي كامل كانوا واخدينه من السكة الحديد، وكانوا أقوى فرقة تقريبا ساعتها بسبب حمدي نوح. موهبة موهبة، كان الإنسان يحب يتفرج عليه وهي الكرة في رجله بس كده. كابتن حمدي نوح كان لعيب متميز متكامل، عنده فيجن كويس قوي في الملعب، بيلعب بدماغه كويس قوي، وكان سكورر واستمتعنا بيه من ايام ما كان في اسكو، وبعد كده راح المقاولين العرب. الكابتن حمدي طبعا هو اصلا كان بيلعب في اسكو قبل ما ينتقل لنادي المقاولين، وانا يعني انا كنت بحبه بصراحه. هو كان لعيب مهاري جدا، كان يعتبر كانه كوبي بيست من الكابتن الخطيب، لعيب مهاري وسرعه بديهه، وكانت امكانياته عاليه وله أهداف مؤثرة، يعني أغلب الناس اللي بتحب الكرة فاكراها. طبعا ده لعيب من اللعيبة اللي هيذكرها يعني التاريخ بتاعنا، إنه كان من اللعيبة في المنتخب وفي المقاولين، كان جميل جدا يعني. هتقولي للناس اللي هي فاكره حمدي نوح لحد دلوقتي؟ هقول للناس يعني انا بشكرهم طبعا جدا ان انا اثرت فيهم سايب ذكرى كويسه.